السلام عليكم، أنا سمية حارب، بيوتي بلوجر من دبي الإمارات، وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن أحسن 6 برايمرات استخدمتها. حاولت قد ما أقدر أغطي البشرات حسب أنواعها، من الجافة إلى العادية إلى الدهنية. تعالوا ياي أراويكم شو اخترت لكم اليوم. أول برايمر عندي اليوم هذا من أور جلاس، أحلى برايمر استخدمته اليوم. أدري وايد غالي، أنا أخذه من لندن، موجود شفته عن تاجات الإنستغرام أو أظن حتى على أمازون بتحصلونه. ميزة هالبرايمر إنه يناسب أغلب أنواع البشرات، سواء الجافة العادية الدهنية، يوازن البشرة، يخليها منتعشة شكلها حلو، وفي نفس الوقت يثبت الفاونديشن. ثاني برايمر من كيلز، وايد حلو هذا البرايمر، احس بيناسب البشرات العاديه اللي شوي مايله للجفاف. اذا بشرتك مختلطه بعد ممكن تستخدمينه، بس اذا بشرتك دهنيه لا، ما اعتقد يناسبك لانه بيخليها تدهن. هذا البرايمر الوحيد اللي جربته من كيلز، ما عندي فكره اذا في عندهم برايمرات ثانيه ولا لا، بس هذا وايد حلو على البشره، وشي احس انه يهيئها حق الفاونديشن. ثالث برايمر من مابلين اسمه بيبي سكين، بس هذا الوردي، في من ازرق هاكي ما حبيته. هذا الوردي ممتاز اذا بشرتك دهنيه او مايله للمختلطه، بشرتك جافه انسي انك تستخدمين هذا، بيجففها، يخلي يتحكم شوي في الدهون، ما يخلي بشرتك بسرعه تدهن، وبعد يعني يثبت الفاونديشن. مو متأكدة إذا موجود عندنا في دبي، لأن أنا أخذه من برا، بس شايفتنا عن تاجرات الإنستغرام. رابع برايمر من سماش بوكس، موجود في سيفورا، أحلى برايمر عند سماش بوكس. إن جنرال برايمرات سماش بوكس ممتازة، عندهم أنواع وايدة حسب مشاكل البشرة. هذا الجديد عندهم حق المسام، قبل كنت أحب مال بنفيت بروفيشنال، بس هذا غطى عليه، أحس بيناسب البشرة العادية المختلطة الدهنية. إذا عندك جفاف يمكن ما يناسبك. ميزته إنه يصغر شكل المسام، يعطيها شي، يسوي لها بليرنج تبين أحلى، وأكيد يثبت الفاونديشن. خامس برايمر من هالماركة التركية، فلورامار أظن شي اسمها، وايد وايد حلو هذا البرايمر حق البشرة الجافة، يعطيها شيء انتعاش، يعطيها نضارة. إذا عندك أماكن جافة على الوجه هذا شوي يعني يعدلها، وفي نفس الوقت يعطي لمعة خفيفة تحت الفاونديشن. بعد إذا أنت تحبين تزيدين لمعة الفاونديشن، ممكن تحطينه يعني ممكن تخلطينه ويا الفاونديشن. وايد 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 حلو هذا البرايمر. ماركة فلورامار في دبي أدري أنها موجودة في الاتحاد مول، عندهم بوث هناك، وأعتقد موجودة بعد في أبوظبي، ما عندي فكرة صراحة وين في أماكن ثانية تنباع، وموجود إنتاجات الإنستغرام. وآخر نوع يعني هم برايمرين بس من نفس الرينج ومن نفس الماركة، هذيل اللي هم ميك اب فوريفر، وايد حلوين هالبرايمرات. شفت البيوتي بلوجرز يتكلمون عنهم، جربت منهم نوعين، هذا الأبيض حق البشرة الجافة وايد اللي تحتاج هايدريشن، تحتاج ترطيب، وايد حلو هذا البرايمر صدق، يخليها تنتعش، يعطيها حيوية، يعطيها شيء شكل حلو. وهذا الثاني هذا يساعد انه يعبي الخطوط التعبيرية ويعبي المسام، وفي نفس الوقت شوي لاحظ انه يخفف من افرازات الدهون. يعني اذا مثلي انا عندك التيزون، هذا وايد يساعد انه يتحكم في افرازات الدهون. هاي المجموعة في منها انواع وايدة، البرايمرات الجديدة ستيب 1 من ميك اب فور ايفر، بس انا جربت هالنوعين، وفي عندهم مثل سماش بوكس حسب المشكلة اللي تبغين تعالجينها او المشكلة اللي تبغين تخفينها او تعدلينها من خلال الميك اب يوم تستخدمين هاي البرايمرات، موجودة في سيفورا. وهذه كانت يا حلوات البرايمرات اللي حاليا اشوف انها احسن 6 برايمرات انا استخدمتها وناسبتني. طبعا بين فترة والثانية اغير، بس هذه اللي احسبهم اساسيات، واتمنى انكم حصلتوا شيء فاتكم في هالفيديو. ولا تنسون الكومنتس واللايك على الفيديو، وايد احب اقرا تعليقاتكم، وسبسكرايب بعد عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.